بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم أعزائي طلاب الفرقة الثالثة كلية الزراعة. النهاردة هنتكلم في مقرر إنتاج محاصيل الزيت، وهنتكلم عن الفول السوداني. والفول السوداني من المحاصيل الحقلية العشبية الحولية، والمحصول ده محصول صيفي، ومن أحد المحاصيل الرئيسية الصيفية اللي لازم أو بيدخل في الدورة في الأراضي الجديدة أو الأراضي الرملية أو الأراضي الصفراء الخفيفة أو الأراضي المستصلحة جديد اللي هي صالحة لزراعة الفول السوداني. المحصول طبعا من أحد المحاصيل النقدية، بيبقى محصول نقدي سريع للمزارع أو الفلاح، وبيفضل زراعته في هذه الأراضي باتباع دورة زراعية ثنائية أو ثلاثية، وبيكون العائد بتاعه عائد اقتصادي. ومن أفضل المحاصيل في مصر خاصة في فصل الصيف. طبعا المحصول مدة حياته أو دورة حياته بشيلف لايف بتاعه قصيرة، خاصة في الأصناف الجديدة المستنبطة، ودي ميزة اللي هي الأصناف المبكرة. والأصناف المبكرة دي من ميزتها إن هي بتبقى مبكرة النضج، وده من ضمن مواصفات الصنف الجيد اللي أنا هنقوله أو المفروض إن هو يتوفر، إن هو يكون مبكر النضج. مبكر النضج بيمثل لي توفير لكمية المية، توفير ري أو ريتين. مبكر النضج معناه هروب من بعض الآفات أو الظروف البيئية الغير مناسبة. مبكر النضج يوفر لي وقت لزراعة المحاصيل التالية لمحصول الفول السوداني. الفول السوداني يعتبر من أهم المحاصيل التصديرية، بالرغم من أن لا يوجد اكتفاء ذاتي من محاصيل الزيت، ولا يوجد اكتفاء ذاتي من محاصيل الفول السوداني، إلا أن هو من أهم المحاصيل التصديرية. وقلنا إن لما مش شرط إن أنا يبقى عندي اكتفاء ذاتي وأعمل تصدير، ولكن لبعض السياسات الزراعية ورفع اقتصاد البلد ودخول عملات أجنبية صعبة، وبالتالي لازم بنلجأ لتصدير هذه المحاصيل عشان يحصل استيراد في المقابل أو في on the other hand في الوجه الثاني on the other wise. ان انا بدخل ده عملة صعبة وبدخل محاصيل اخرى او بستورد محاصيل اخرى اكثر اهمية. طبعا جاءت في بعض السنوات تراجعت هذه الميزة النسبية في التصدير بسبب وجود بعض المشاكل الخاصة بزيادة نسبة الأفلاتوكسين، والأفلاتوكسين دي بتسبب مشاكل كتيرة جدا بالنسبة تسمم، تعتبر بذور سامة إذا ظهر فيها الأفلاتوكسين نتيجة لظهور بعض الفطريات. الفول السوداني مفيد للإنسان والحيوان والتربة، فبذوره بتحتوي على نسبة عالية من الزيت قد تصل إلى 50%، من 47 ل 50%. نسبة البروتين في المتوسط من 16 ل 28% في الرينج. بعض يحتوي على بعض الفيتامينات الهامة، بعض يحتوي على بعض المعادن المهمة، بيحتوي على بعض الأحماض المهمة، الأحماض الأمينية المهمة اللي بيحتاجها جسم الإنسان، وكمان بيصنع منه زبدة وغذاء جيد غني في البروتين. وكمان بيصنع منه، بيدخل في صناعة الطحينة، مساهم معاها في السمسم، وفي يدخل برضه في صناعات البرجر والهمبرجر واللانشون وبعض الصناعات الغذائية.
الفول السوداني من احد مصادر المغنيسيوم الهامه جدا، والمغنيسيوم معروف باهميته لجسم الانسان او للانسان، وبيعلي المناعه كمان، ومفيد كمان في ورم البروستاتا، خاصه وجود بعض الاحماض الدهنيه الهامه. الفول السوداني الزيت بتاعه بيستخدم للطهي لأنه دسم، كما يستخدم الفول السوداني العرش بتاعه أو الكزبرة بعد عملية الاكستراكشن بتاعة السيد اكستراكشن بتاعة استخراج الزيت، بيدخل كعلف أو الكزبرة للحيوان. بيستخدم كعلف أخضر للحيوانات، أو عن طريق إن هو بيستخدمه العرش بتاعه أو الجزء الخدري أو المجموع الخدري بتاعه بعد عملية التقليع. بحصده بفصل قرون الفول السوداني عن المجموع الجذعي، ويا إما بجففه في صورة دريس أو بستخدمه في صورة أقرب للتذكرة اللي هي الصورة الخضراء. بذور الفول السوداني في صناعات عديدة بعد تملحها في التسلية بقى وتحميصها، كالحلويات والزبدة والحلوى الطحينية، الحلوى الطحينية وقلنا بيدخل فيه بعض اللي في الطحينة. وبيساعد كمان الفول السوداني من النباتات البقولية اللي بتعمل تثبيت النيتروجين الأزوتي الموجود في التربة، وبالتالي بيزود لي المادة العضوية وبتزود نسبة الأزوت أو النيتروجين في التربة، وبيبقى هام جدا للمحاصيل اللاحقة بمحصول الفول السوداني لأنه بيزود خصوبة التربة، وبالتالي هيقلل لي من معدلات التسميد المحصول اللاحق بالفول السوداني. يحقق المحصول ده ربحا ماديا جيدا، وكلما زاد الانتاج كلما زاد الربح. البينات ممكن بعمله بيوديزل فيول، اللي هو البيوديزل، الوقود البيوديزل، والهولز والبوت ممكن تستخدمها برضو كوقود، أو بستخدمه في بعض الاستخدامات الأخرى. الكرينلز بتاعته أو السيدز أو الجنين أو البذور بتاعته تستخدم في كغذاء، وبنعمل لها كراشت وبحصل عنها أو بعمل لها اكستراكت أو بعمل لها كراشت واستخدم تو اوبتندي بينات اويل او زيت البينات. الفول السوداني ممكن استعمله كشوربه، في بعض البلاد بتعمله كشوربه، اللي هو زيت الفول السوداني كان بي يوز ان سوب، ممكن استخدمه في الشرب. البينات هاف بين يوزد ان ممكن استخدمه اتراكتيف لاند سكيب، ممكن جراوند كفر، ممكن استخدمه في اللاند سكيب كاحد نباتات الزينة كاستخدام آخر. بيناتس سكينز هاف بين يوزد تو ميك بي فراكس، ده استخدامات الفول السوداني. الموطن الأصلي يعني مش مطلوب مننا أن أحفظ أي موطن أصلي لأي محصول، ولكن مطلوب مننا إن أنا لما أعرف النبات نشأة النبات ده، زي ما أخدنا في المحاصيل في أساسات المحاصيل، إن أنا بعرف دراسة أكاديمية للنبات ده، بعرف إن أنا ممكن أدخل عليه صفة أو عن طريق الوراثة الجينيتيك. آخر حاجة وأهم حاجة إن أنا بعرف الظروف البيئية الملائمة لزراعة هذا المحصول. بيزرع في جميع دول العالم سواء في المناطق الاستوائية أو تحت الاستوائية لأنه من المحاصيل الصيفية. الساينتيفيك كلاسيفيكيشن أو التصنيف النباتي أو التسميم النباتي طبعا بيتبع العائلة النباتية، واللي هيهمنا في الفابيسي، العائلة فابيسي اللي هي العيلة البقولية، وبيتبع أكيوس، الجينس بتاعه أكيوس، والسبيش بتاعه هيبوجا، يبقى الاسم بتاع اللاتين نيم بتاعه او الساينتفك نيم بتاعه بيسموه اركيوس هيبوجا.
الوصف النباتي بتاعه او البلانت ديسكريبشن بتاعه طبعا تبع العائله فابيسي، والعائله فابيسي كل النباتات بتاعتها الجذر بتاعها اصلي وتري، يعني ناشئ من جنين البذره، قوي النمو ومتفرع، وبيحصل ترتيب للجذور الثانويه في 4 صفوف، وده ناتج لترتيب الاوعيه الأوعية في المسؤولة عن تكوين الجذور السنوية، والجذور الثلاثية في صفين على طول الجذور الثانوية الأخرى. الساق منها قائمة ومفترشة، وفي كمان نصف مفترش، والساق بتبقى مغطاة بشعيرات وبتكون مضلعة في الطول المتقدم أو في فترة العمر المتقدم. وتميل الأفرع الجانبية بتميل الامتداد الأفقي، وبتنشأ أفرع من البراعم الإبطية في أباط الأوراق الفلقية والأوراق الأخرى على النبات. والفرع الفلقي ده بينمو عمودي على الساق الأصلي في الأصناف المفترشة، وبتنشأ معظم ثمار المحصول على الفرعين الفلقيين دول. والفرعين الفلقيين دول بيبدأوا إيه النمو، هنقوله دلوقتي بتكون إزاي الثمار. بتحمل الساق رئيسية أفرع خضرية، والأفرع الجانبية بتحمل أفرع خضرية والثمرية متبادلة مع بعضها. والنظام ويكون هذا النظام مضطربا في بعض الحالات، فقد تتداخل الأفرع الثمرية من 3 إلى 4 عقد بعدها فرع خضري. قد يعود الترتيب الأفرع للنظام العادي على العقد التالية. في بعض الحالات بينشأ أفرع ثمرية من البراعم الإبطية. يبقى ما فيش سيستم ثابت لعملية نمو وخروج الأفرع الإبطية أو الأفرع الإيه الخضرية والأفرع الثمرية. خلينا نقوله إن ورقة الفول ورقة مركبة زيها زي العائلة البقولية كلها، الورقة فيها مركبة، تختلف بقى المركبة غشية، مركبة راحية، مركبة مزدوجة فردية ثلاثية، راحية ثلاثية راحية. هنا فول السوداني مركبة ريشية، والورقات بتتوجد في زوجين، وعنق الورقة بيبقى طويل. ادي عنق الورقة، الورقة دي كلها ورقة، يعني كل ده ورقة وده زوجين من الايه من الاوراق، والعنق طويل، وفي اذينات اهي، الأذينات بتبقى ظاهرة، بتبقى إيه؟ بتبقى طويلة ورمحية وسائبة. والورقات زي ما احنا شايفين كده، الورقة بيضية مستطيلة، قمتها مستديرة وحافتها كاملة. الفلاورز أو الأزهار فراشية توجد مفردة أو في مجاميع من نحو 3 أزهار في أباط الأوراق. والتلقيح هنا تلقيح ذاتي، وده السائد. معنى التلقيح الذاتي يبقى معنى كده إن الزهرة خنثى تحتوي على أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث، وبيتم التلقيح فوق سطح التربة، وبعد كده بيتكون الإبرة أو المشجب، وبيخترق التربة، وبيتم نضج القرون تحت سطح التربة. تنشأ الأزهار من نورات نامية من البراعم الإبطية على الأفرع الجانبية أو الثالثة، ولا تنشأ نورات على الساق الرئيسي. بيبدأ الكأس والتويج والأنبوبة الثدائية يثبت بعد 24 ساعة من الأزهار. فقسموا لي تكوين الثمرة إلى طورين. طور الهوائي اللي هو ده بيبدأ بعد اقتران الكروموسومات وبينتهي عند نفاذ الثمرة للتربة عن طريق الثمرة بتكون مشجب أو إبرة، وبيبدأ يختار الثمرة دي بتختار أو الإبرة دي بتخترق التربة. الطور الأرضي بيبدأ بنفاذ المشجب أو الإبرة في الأرض وتسمى الثمرة بالقرن، وبيتم نضج الثمار تحت سطح التربة. لذا لا يفضل ان انا ازرع الفول السوداني في الارض الكالسيه او نسبه الكالسيوم فيها عاليه، لان عمليه الاختراق بتبقى صعبه بالنسبه للقرون او الثمره الى تحت سطح التربه، لان لما بروي الارض الكالسيه او فيها نسبه كالسيوم عالي
بيحصل عملية الكالسيوم ده بيعمل كراست، بيعمل طبقة صلبة، وبيمنع دخول المشجب أو اختراق المشجب إلى سطح التربة، وبالتالي هيمثل لي مشكلة ويقل المحصول. عبارة عن قرن، الثمرة قرن طوله زيه زي العيلة البقولية، الثمار فيها بود، بي او دي بودز، قرون. طوله من 3 إلى 5 سنتي، بيحتوي على البذور زي ما احنا شايفين، والبذور ده او القرون دي بتبقى تحت سطح التربة، وقشرة خشبية سميكة أو رقيقة حسب الصنف، وله صفات خاصة. يختلف لون قشرة الثمرة على حسب الأرض اللي بيزرع فيها المحصول. يعني ممكن تبقى لونه، لو أنت في أرض خفيفة رملية يبقى لونه الذهبي، لو أرض أتقل شوية كل ما تقل كل ما أغمق اللون. كمان في وقت الحصاد أو اختيار وقت الحصاد او وقت عملية التقليع مهم جدا، لان لو انا عندي نسبة رطوبة او عدم نضج كامل للبذور او القرون، وبالتالي هيبقى يغمق لونها بعد عملية الجفاف. فيفضل ان انا اختار وقت الحصاد المناسب عن طريق ان انا بحدد مدة او فترة الصنف ده بيقعد كام يوم او كام شهر، وبالتالي اقدر احسبه، او اقلع بعض العينات من النباتات وابدا اقول ان فعلا ده حصل نضج تام للقرون تحت سطح التربة. الثمرة بتحتوي بذرة واحدة الى 3، وعادة بتكون 2 على حسب الصنف وعلى حسب العوامل، او الجي اي بي او الجود اجريكلتشر براكتس اللي انا اعملها، او العمليات الزراعيه او المؤسسات الزراعيه. ده النبات بينط بالتفريع بتاعه بالجذور، او بالجذور بتكون القرون تحت سطح الايه التربه. وده شكل البينات فلاور، وشكل الايه الثمره وهي حامله الإبرة، وعملية الاختراق تحت سطح التربة، ده تكوين القرون. الأصناف طبعا هنلاقي عندي جيزة 5 وجيزة 6 وإسماعيلية 1. والأصناف طبعا بينصح بالأصناف الموصى بها على حسب كل منطقة، وعلى حسب ميعاد الزراعة، وعلى حسب طبيعة التربة اللي عندي. يفضل طبعا الأصناف عالية الإنتاج، يفضل الأصناف اللي هي مبكرة النضج، ويفضل الأصناف مواصفات الصنف الجيد، عالية الإنتاج، مبكرة النضج، كفايتها في استخدام المية عالي، كفايتها في استخدام السماد عالي، كفايتها في استخدام الأرض عالي، بتبقى مقاومة لبعض الأمراض وبعض الآفات، وبتبقى الجودة بتاعتها إيه عالية، شكل القرون، عدد القرون، حجم القرون، وزن القرون، وزن الميت بذرة، كل ده يدخل في بيبقى عالي، وكل ده بيدخل في مواصفات الصنف الجاي. الفول السوداني بيتطلب جو دافئ أو معتدل خاصة عند الإنبات، وبالتالي أقدر أزرعه في شهر في الربيع، شهر 4 وشهر 5، لأنه بيحتاج درجة حرارة الإنبات 20 لـ25، عند بدء النمو من 20 لـ25، أثناء نمو الأزهار وأقل من هذه الدرجات خلال فترة النضج، كما يناسبه النهار، يناسبه النهار الطويل، ولكن بيدخل في التزهير في النهار القصير، عشان كده بيسموه فول السوداني نهار قصير، نهار قصير، ويناسبه النمو نهار طويل، ولكن في التزهير لازم يبقى النهار قصير. زراعة الفول السوداني في الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة جيدة الصرف، بلاش نزرع في الأراضي رديئة الصرف أو الأراضي الكلسية أو الأراضي الثقيلة، عشان الأراضي الثقيلة بتكون متماسكة وبتسبب عدم اكتمال نضج القرون وتغير لونها. الثمار
تلمس مرة وتدخل داخل الأرض، ولو الأرض طينية يصعب عملية التأهيلية أو يصعب عملية الاختراق أو التغلغل في التربة، وتصبح الحبات أقل حجما، ويبقى صعب أثناء بعد كده أثناء عملية الحصاد أو الجني أو الجمع أو التأليه. كما يجب أن تكون الأرض غنية بالمواد العضوية، تحتوي على نسبة من الكالسيوم ولكن ليس نسبة عالية، وما تكونش الأرض كالسية زي ما احنا اتفقنا وزي ما قلنا. لا تكون الأرض ملحية مطلقا، وتكون جيدة التهوية، وبتنمو ثمار عشان تنمو ثمار بحجم كبير. لازم وأنا بعمل عملية إعداد التربة جيدا قبل الزراعة، وخاصة عمليات الخدمة بعد الزراعة. بقى مهم جدا عايز تكون القرون، ولكن يجب الانتباه بكثرة عدم كثرة المياه عشان ما تبوظش القرون تحت السطح او الثمار تحت الايه سطح التربة. في الدورة الزراعية بيجب اتباع دورة زراعية ثلاثية او ثنائية على الاقل. لا يزرع الفول السوداني في نفس الارض الا بعد مرور من 2 ل 3 سنين، يفضل يعني، لأن ذلك يساعد على تقليل الأمراض. طبعا أنا متفقين من فوائد الدورة الزراعية إن أنا أعمل روتيشن بين المحاصيل كلها والمحاصيل النجيلية، وروتيشن بين المحاصيل وبعضها عشان أمنع انتشار الحشرات والآفات والأمراض المتخصصة لكل محصول من المحاصيل. لو أنا زرعت محصول مرتين أو ثلاث مرات ورا بعض، أو 3 سنوات ورا بعض، أو 3 مواسم ورا بعض، بالتالي هيسبب لي انتشار للأمراض والآفات والحشائش المتخصصة على هذا الإيه؟ على هذا النوع من المحاصيل. بجهز الأرض، إن أنا بحرث الأرض حرستين متعمدين، وبزحفها وبخططها، وبعد كده في حالة وجود الحشائش بكثرة بعمل ري كدابة، وبعد كده بعمل ايه التخلص من الايه الحشائش. وبعد كده في اما في الارض الرملية اكتفي حالة واحدة باستخدام محرس الكرسي او الديسك، او بستخدم اللي هو الديفيدر او اسمه العزاقة في عملية الحرس، وثم عملية التخطيط، او ممكن ازرعه على حسب طريقة الزراعة او طريقة الري. ممكن ازرع على سطور على حسب طريقة حلوي ري غمر او ري بالرش او ري بالتنقيط على حسب طريقة الري اللي عندي. من اهم العوامل المؤثرة البلانتنج ديت او السونج ديت او ميعاد الزراعة، تؤثر في انتاجية الفدان، نوعية المحصول. أنسب ميعاد منتصف شهر أبريل إلى منتصف شهر مايو. في حالة زراعة الصنف جيزة 5 بتمتد فترة ممكن لحد يونيو، على حسب الإيه الصنف اللي عندي. يعني لو أنا بزرع فول سوداني بعد القمح، ممكن يحصل مشكلة في المحصول ويؤثر على المحصول بالسلب، من زيادة نسبة الكورون الدامغة والفارغة، وبيقل معدل إنتاج الفدان وتخفض نوعيته بدرجة كبيرة. معدل التوقاوي على حسب بقى، أنا هختار بحتاج الفدان إلى 75 كيلو جرام ثمار، أو 45 ل 50 كيلو جرام بذرة، ده الأجدب. الزراعة يحتاج الفدان إلى أجداب 75 كيلو جرام ثمار، أو 45 ل 50 كيلو جرام بذر على حسب الأصناف طبعا. يبقى أنا لو أنا بس ممكن أزرع ثمار اللي هي القرون، أو أزرع بذور، ويفضل زراعة البذور لعملية سهولة عملية سرعة الإنبات وحمايتها من الإيه من الإصابة بالأمراض وعمليات التعفن والكلام ده. طبعا قبل ما ازرع يفضل معاملة التعوب بمطهرات البذرة حوالي 24 ساعة، خاصة البذور دي تبقى غنية وفيها نسبة زيت ونسبة بروتين، وتبقى صعب سهل عملية التعفن او سهل عملية الايه الاصابة بالفطريات. فبعمل تعقيم او مطهر في تفاكس او الريزوليكس او التوبسين
بمعدل 3 جرام لكل كيلو جرام، كل كيلو جرام بذرة. وممكن أعمل البذور باللقاح البكتيري مع مضاعفة كمية 2 لـ3، وده بيتم قبل الزراعة اللي هو التلقيح البكتيري، وبعد كده بزرعه ثم أري مباشرة مع استبعاد أي بذور مدمرة أو فيها أي مشكلة أو مصابة بالعفن. التلقيح البكتيري بتقوم بكتيريا العقدية، واحنا بننزل لكم فيديو ده انا مصوره بنفسي وحطه على اليوتيوب. الفرق بين البكتيريا العقدية او العقد الجذرية والنيماتود، بتقوم البكتيريا العقدية دي بتثبيت أزوت الهواء الجوي امداد النباتات بمعظم احتياجاتها من هذا العنصر اللي هو الايه نيتروجين. وبعض النتائج اثبتت ان التقاوي الفول السوداني المعامله بالعقدين اللي زرعتها بتزود لي كميه النيتروجين او الازوت، وبتقلل لي معدلات المستخدمه، وبتزود لي حسن التربه، وزي بتزود لي نسبه البروتين في البذور، وبتزود لي خصوبه التربه، وبتزود لي الماده العضويه في التربه، وكمان بتفيد المحصول اللاحق. ازاي بيتم عملية معاملة التقاوي بالعقدين؟ اول حاجة في كذا طريقة. طريقة ان انا بعمل ماء سكري او محلول سكري، او بعمل محلول صمغ عربي، بزود 50 جرام من الصمغ العربي في حوالي 2 كوب ماء على البارد، وبرش محلول السمر ده على البذور بعد وضعها، هي عملية تندية. يبقى أنا يعمل محلول سمر عربي، أعمل محلول، يفضل محلول سكري، مية بسكر كده، وأعمل محلول، وبندي في مكان في عالم مشمع في مكان ظل، وبندي التقاوي بالمية. وبعد كده بخلطها كويسة، وبقلب البذور اللي يكون سطحها مبلل. بعد كده بحط أو بفتح الكيس أو الكيسين من الإيه من البكتيريا العقدين المحملة على مادة خاملة زي البوتموس، وبعد كده بعمل فرق للبذور مع البكتيريا العقدين، وبعد كده بزرع وبروي مباشرة. طبعا يفضل ان انا الكيسين حوالي 400 جرام، 200 و200 جرام، وبزرع وبروي مباشرة عقب الزراعة. عشان بقى نجاح عملية التلقيح البكتيري يراعى ما يعني، يبقى ايه اللي انا اراعيه عشان اضمن نجاح التلقيح البكتيري؟ يفضل ان انا اعمل اصلا الاكياس تبقى في الديت، في الاكس، ما يكونش اكسبايرد، في مدة الصلاحية بتاعته، ومدة الصلاحية حوالي 3 مانثز او 3 شهور. ويفضل ان استخدم العقدين او نوع البكتيريا الخاصة بفول السوداني، زي ما اتفقنا ان كل محصول من محاصيل البقولية نفس النوع، نفس الجينس بتاع الريزوبيوم، بس السبيشيز مختلفة على حسب المحاصيل اللي عندي. تبدأ البرسيم ليه سبيشيز مختلفة، الفول السوداني ليه سبيشيز مختلفة، الفول البلدي، الفول الصويا، وهكذا الحقيقة البقولية كلها. بتتم عملية الخلط، وبعد كده بنزرع على طول وبنروي في نفس اليوم، عفوا. والكلام ده بحصل عليه من إنتاج الأسمدة الحيوية بمعهد بحوث الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية أو المركز القومي للبحوث، وحدة التسميد الحيوي. طيب، عايز أعرف بقى التلقيح البكتيري ده نجح ولا فشل؟ فبعمل إيه؟ فبنزل الحقل وبخلع حوالي على حسب المساحة اللي عندي، عينات من نباتات أو جذور نباتات في أماكن متفرقة، والكلام ده خلال مثلا 25 أو 30 يوم من الزراعة. وبشوف الجذور لو اتكون عليه 10 عقد للنبات يبقى ذات لون أحمر من الداخل، يعتبر تلقيح ناجح. في حالة نجاح التلقيح يكتفى بإن أنا بعمل جرعة تنشيطية من السماد الأزوتي عشان أزود لزيادة الأزوت
وذلك يعمل على تثبيط نشاطها وعدم قيامها، أو أما في حالة عدم نجاح الترقية البكتيرية فيستمد المحصول بالكمية المقررة له من السماد الأزوتي اللي هي حوالي إيه 60 واحد، من 45 لستين وحدة أزوت للفدان. طريقة زراعة، أفضل طريقة للزراعة على خطوط عشان إمكانية عملية تقديم النباتات وحاول تقديم التقديم حول النباتات، اللي هو وضع التراب حول النباتات، وبتزرع في جور على أبعاد 10 سنتي. تقدر تحط البذرة في جور على بعد المسافة بين البذرة وبذرة 10 سنتي، والتخطيط بيبقى حوالي مثلا عرض الخط حوالي من 60 إلى 70 سنتي، أو بزرع على مصطبة 80 سنتي بزرعها من من القشتين. وبيتم الزراعة في التلت السفلي، وضع بذرة واحدة في الجورة ثم تروى راية الزراعة، ويعاد الري على حسب الأرض. طبعا بروي راية المحياة اللي هي حوالي بعد أسبوع ولا حاجة عشان أساعد على اكتمال الإنبات. في حالة بقى لو أنا بزرع في الأراضي الجديدة أو على نظام الرياضة الري الحديثة التنقيط أو الرش، تزرع البذور بدون تخطيط أو تسطيح، يعني على سطح التربة بدون تخطيط أو تسطيح بواسطة الآلة. والسطور تبعد حوالي 60 سنتي عن بعضها، والمسافة بين النباتات وبعضها وبين الجوار وبعضها حوالي 10 سنتي على أن يتم تقديم حول النباتات قبل التزهير. ده شكل هو فول سوداني مزروع وبري الغمر. خلي بالك من عمليات الخدمة بعد الزراعة اللي هي عملية الترقيع. وعملية الترقيع دي لازم تتم في أسرع وقت، لأن عشان ما يحصلش فرق بين أعمار النباتات وبعضها، وغالبا الفلاح أو المزارع بيزرع بكمية مناسبة ولا يلجأ إلى الترقيع إلا لو حدث غياب لبعض النباتات في حالة حدوث مشكلة. في حالة إيه؟ في حدوث مشكلة، مشكلة في المية، مشكلة في نباتات، بعض النباتات مصابة، في حفارات، مشكلة لنبتة. أما غالبا إن أنا بزرع بكمية أكتر من الكمية المطلوبة علشان أضمن نسبة إنبات كويسة، وأضمن عدد نباتات في وقت المساحة كافية عشان إيه المحصول اللي عندي. العزيق من أهم عمليات الزراعية عشان أتخلص من الحشائش. فوق ده كله، إن أنا بعمل عملية تقديم حول النباتات بيزود يساعد اختراق الإبر والمشاجب أو مش قبل التربة، وتكوين وتسهل عملية تكوين القرون، خاصة القرون بتبقى تحت الأرض. الفدان ممكن أعزق عزيتين أو ثلاثة. غالبا اللي بيتم إن أنا بعمل رش بمبيدات الحشائش البري إمرجنسي هيربسايد قبل عملية بعد عملية الزراعة وقبل عملية الري مباشرة. تمام، ده بتوفر معايا عزقة أو عزقتين على حسب الأرض، هل موبوءة أو أرض غير موبوءة بالحشائش. التسميد، ممكن أسمد عضوي، ده بيتم بالسماد البلدي أو الكمبوست. والسماد البلدي أو الكمبوست لازم يبقى خالي من بذور الحشائش ومسببات مرضية، ومصدره معروف. وبسمد بحوالي 20 متر مكعب للفدان. والأسمدة العضوية مهمة جدا، تحسين التربة ومادة عضوية، تحفظ التربة بالماء خاصة في الأرض الحديثة أو الجديدة. و طبعا تبقى خالية من الأسمدة العضوية، لازم تبقى خالية من بذور الحشائش أو النماتودة وغيرها من الآفات أو مسببات. يفضل إن أنا بضيف جبس زراعي خاصة لفول السوداني، وده مهم جدا لامتلاء القرون كبر حجم البذرة، لأن الجبس عنصر هام في كبريت وفي كالسيوم، والكالسيوم ده مسؤول عن جودة وصلابة القرون
خاصة في الأرض اللي هي قليلة في نسبة الكالسيوم، بالإضافة إلى إن هو بيعمل على تحسين التربة وتفكيكها وتأييدها، وبيدي تهوية وبيدي مهد ملائم للنمو والأمس. بحط جبس الزراعة بمعدل نصف طن للفدان عند بداية التسهيل خلال 45 إلى 40 يوم من الزراعة، وبيضاف أسفل النباتات مباشرة، وبيكون موجود في مناطق تكوين الكوم. لو أنا عندي أرض قديمة بحط أسماك كيماوية بقى، تسميد فوسفاتي، سوبر فوسفات الأحادي، سوبر فوسفيت 15% بمعدل 200 كيلو جرام للفدان مع خلطه جيدا بالتربة. بحطه مع الحادثة التانية أو الحادثة الأخيرة أو الحادثة الإيه التالتة. التسميد الأزوتي بيحتاج من 30 وحدة أزوت، ده لو أنا عامل زراعته قبل كده أو لقحت بالتلقيح البكتيري، أو 45 أزوت في حالة الأراضي الفقيرة واللي قعدت فترة طويلة ما تمش زراعتها بالكلام ده. وده بيتم على دفعات تحت ظروف الري بالرمل، و6 دفعات تحت نظام الري بالرش بيبت أو الرش المحوري، حتى عمر 50 يوم من الزراعة. ممكن احط سماد نترات الكالسيوم، ويفضل ده اضافته شكارتين للفدان، وده خلال فترة التزهير وتكوين القرون، وده بيبقى النبات كله في نترات الكالسيوم عشان حاجته ليه في حالة احتياجه للكالسيوم. عشان طبعا يديني فول سوداني ممتلئ وذو مواصفات تصديرية جيدة. التسميد البوتاسي طبعا من أهم العناصر اللي لازم أضيفها لأي محصول من المحاصيل، اللي هو البوتاسيوم، وده بيضاف في الفول السوداني بمعدل 24 وحدة، يعني 50 كيلو جرام سماد سلفات بوتاسيوم 40% و50% بيتوقف، وده يضاف تكبيشا مع الدفعة الأولى مع السماد الأزوتي عند الزراعة أو تضاف أثناء عمليات الخدمة. والبوتاسيوم لو أنا بـ 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 في نظام الري بحقنه، نظام الري أو ري بالرش أو بالتنقيط، بحقنه مع السماد خلال الخلطتين. إلا في الأراضي الجديدة وأنا بضيف الأسمدة الكيماوية، لازم أجزأ الكمية المضافة من الأسمدة دي على دفعات عشان أتيح الفرصة النبات استفادة من هذه الأسمدة، زي سوبر الفوسفات الكالسيوم قبل جذب عملية العزيحة، حتى ممكن حتى يتم تغليف التربة لزيادة أو مع الرية العزقة، أسف الحادثة الأخيرة أو الحادثة الثانية عند تجهيز الأرض. ممكن أقسم بقى الكلام ده كله عند تجهيز الأرض في الأراضي الحديثة أو الأراضي الجديدة. بحط معدل نيتروجين فوسفور بوتاسيوم 15 وحدة، 15 وحدة بوتاسيوم عند تجهيز الأرض ما بحطوش، بعد أسبوعين من الزراعة 15 7.5 بوتاسيوم ما بحطوش، بعد شهر بحط 15 7.5 24.5 بتتوزع بالتالي. معظم الأراضي المصرية بتبقى مفتقرة بالعناصر المايكرو نيوترينتس أو المايكرو إليمنت أو العناصر الصغرى أو المغذيات الصغرى، وبالتالي يفضل إضافة العناصر الصغرى رشا على المجموع الخضري اللي هو بيسموها فوليار أبليكيشن، والعناصر الكبرى يفضل إن أنا أعملها سويل أبليكيشن عن طريق التربة. دايما بضيف العناصر الصغرى عشان امنع اي نقص من هذه العناصر والحصول واحصل على محصول وافر. وممكن احط مخلوط مخلبي من الحديد والزنك والمنجنيز، وبرشهم بمعدل 0.5 جرام للتر على رشتين مرتين، مثلا الأولى بعد شهر من الزراعة والتانية بعد 50 يوم من الزراعة. ويضاف البورون
بنفس المعدل بمعدل نص جرام لللتر، ويوصى باستخدام عنصري النحاس والبيديوم بتركيز ميلي جرام واحد ميلي جرام لللتر، عشان دول مهمين جدا. النحاس والمولبيديوم مهمين للعقد الجذرية وتنشيطها، وكمان النحاس مهم جدا لمكافحة أو مكافحة أو عفان الجذور أو تقليل عفان الجذور والقضاء على بعض الفطريات. يراعى الآتي عند إضافة عنصر، يتم رش مرتين، الأولى بعد شهر والتانية بعد 50 يوم، وبمعدلات معدلات الموصى بها للعناصر، وبيتم رش صباحا أو قبل الغروب لتجنب فترة الزهايمر. رأي من أهم العوامل المؤثرة أو العمليات المؤثرة على أي محصول من المحاصيل، خاصة محصول الفول السوداني، الري لا هي بزيادة ولا إسراف ولا بقلة المي. ويكون الري على حسب بقى الظروف البيئية ونوع التربة، ببدأ أظبط الري بتاعي، باجي قبل الحصاد بأسبوع أو بأسبوعين بعمل عملية الفطام أو عملية منع الري في الأراضي الطينية قبلها بأسبوعين، وفي الأراضي الرملية قبلها بأسبوع يتم عملية منع الري عشان الحصاد. عند الزراعة تحت نظام الري بالرش في الأراضي الجديدة، بيتم الري بعد يوم يوم بعد يوم على أن يضاف للفدان في حدود 25-30% من مياه الري كل ري. الفترة بقى بزيادة حجم النبات بالطول لتصل إلى يومين مع مراعاة عدم تعطيش نبات، خاصة في فترة تكوين البذور أو التزهير أو تكوين البذور والقمح. مكافحة الآفات، قد يصاب بالفول السوداني بعديد من الفطريات والنماتودة، وده قد يتعرض لبعض الآفات الحشرية خمرة نمو، يجب مداومة عملية الفحص الزراعات لاكتشاف الأمراض والآفات والتخلص من النباتات المصابة. مكافحة الحشائش، يتأثر الفول السوداني طبعا بشدة وجود الحشائش، لأنها الحشائش وجودها بتزيد من النقص في المحصول وكثافة الحشائش، خاصة المعمرة مهمة جدا، وتنتشر رجلة وعرف الديك والشبيت اللي هي الحشائش الصيفية طبعا، والحشائش أبو الركبة والدفيرة والحرباء والنجيل أو الحشائش النجيل المعمر وهكذا. طبعا الحشائش قلنا يا إما مبيد حشائش يا إما عن طريق العزيق وجمعها وإخراجها وتقلاها وحرقها. المكافحة الكيماوية، الحشائش الحولية بستخدم لها مبيد ستومب بعد الزراعة قبل الري. مكافحة الحشائش النجيلية الحولية بعد انبات يمكن فيزيوليد، وبيستخدم الرشاشة الزهرية بالمعدل الموصى به. مكافحة النجيل البلدي، وده فيزيوليد برد سوبر، وبالمعدل الموصى به باستخدام الرشاشة الزهرية. مش هن يعني مش في مكافحة الحشائش مش هنركز قوي، بس نعرف ان انا ممكن اعمل الكلام ده كله قبل بعد الزراعة وقبل الري، وبرش بإمرجنسي هربسايد حشائش قبلية أو حشائش إجبارية عشان تخلص من هذه مبيدات حشائش إجبارية عشان تخلص منها. عشان بقى أستخدم معايرة آلة الرش، عدم الرش أثناء الظهيرة حيث حتى لا يحدث تطور المبيد بارتفاع الحرارة، عدم تكرار الرش عشان ما ازودش التركيز، وجهز المبيد الاول وبعد كده احطه في الرشاشه وفي الموتور. عدم الري قبل مرور يومين عقب رش المبيدات. يراعى غسيل الات الرش خاصه مبيدات الحشائش. النماتوده، قد يصاب الفول السوداني بالنماتوده. النماتوده من اخطر الحيوانات اللي بتصيب جذور النباتات، ويمكن التفريق بينها وبينها بين العقد الجذرية، لأنها بتاخد لون الجذر بيبقى العقد بتاعتها واضحة، وبتبقى
لو عملت كروس او في الجذر، فبدأي نفس العقد واخده نفس لون الجذر. وهنعمل لكم هعرض لكم الفيديو على المنصه. والى جانب ان هي بتعمل كمان نقل لل او بيحصل بعض الامر المفروض بيحصل عفن الجذور وانتشار وانتشار بعض الامراض الاخرى بعد الاصابه بالنيماتود. من وسائل ان انا بستخدمها مقاومه النيماتود طبعا دور رئيسي في هذا المجال، بستخدم عمليه التشميس وعمليه الحرث، والحرث يكون متعامد وبيكون العزيم ومقاومه الحشائش، وكل ده اللي ممكن تسبب انتقال للنيماتودة. استخدام أسمدة عضوية نظيفة خالية من الحشاش وخالية من النيماتودة، وبعد كده ممكن استخدم فيوريدان نيماكور مكب محبب وبعض المبيدات المتخصصة على النيماتودة. يصاب بالأمراض متبادرات، وده بتتعفن الجذور تحت سطح التربة وعفن الجذور الزبول، وتتسبب تقرحات لونها بني تتحول إلى اللون الأسود، وكذلك تصفر الأوراق وتزبل وتموت. والكلام ده كله ممكن نعالجه باستخدام بعض الأصناف المقاومة، أو فرز التقاوي، حرق مخلفات النباتات المصاب، تطهير بالتوبسين أو ريزوليكس أو فيتافاكس، والزراعة على عمق مناسب، تجنب الإفراط، واتباع الدورة المناسبة والعناية بالتسميد البوتاسي والفوسفاتي، وقد في الآخر بستخدم مبيدات فطري. ممكن يصاب بتوقع الأوراق. تبقى الأوراق ده برضو حرق، عدم تكرار الزراعة، تجنب الزراعة. ممكن استخدم كمان بعض المبيدات الكيماوية الموصى بها في تبقع الأوراق، أو استخدام مبيدات لعفان الثمار اللي بتسبب مشاكل جدا للقرون والبذور. فرز التقاوي، اعتدال طبعا مهم، ري، تظبيط الري بيقلل من الإصابة بعفان الثمار، الاهتمام بتنشير الثمار، والدورة الزراعية طبعا مناسبة، وقد نحتاج إلى فيتافاكس أو ريزوليكس. وبعد كده عملية الإيه؟ عملية الإصابة بالآفات الحشرية، المن، مكافحة طبعا، متابعة، رش البقع المصابة، ملاسيون طبعا تمك ده يتمنع، أو كيزيد أويل على حسب الحاجة المتاحة عندي. دودة ورق القطن بتغذى طبعا، بتسبب مشكلة على فول السوداني. والمكافحة زراعة أصناف أكثر مقاومة أو أكثر تحملا، مكافحة الأعشاب والحشائش، استخدام بعض المصايد. وممكن استخدم لاني تواريل دان في حالة الإصابة الشديدة، أو أي مبيد حشري متخصص على دودة ورق القطن. النضج، بتظهر علامات النضج باصفرار بعض الأوراق، سهولة تفتح القرون عند الضغط عليها، وتلون القشرة الداخلية باللون البني المهمل، ويكون هذا بعد حوالي على حسب الصف من 115 ل 120 الأصناف الحديثة زي الجيزة 5 وجيزة. الحصاد يا إما يتم آلي يتم مانوال يدوي بعد ظهور علامات النضج. يمنع ري الأرض وتقلع النباتات يدويا، تترك لتجف لمدة 4 ل 5 أيام، فصل كورونا عن العرش، تنقل إلى الجرن أو مكان مسطح جاف، وبيبقى علم شمع، وبيتم عملية تجفيف مدة 10 ل 15 يوم مع ترديد القرون. بعد التجفيف تصل الرطوبة حوالي 10%، وبيتم عملية تزريع، غربلتها، تنظيفها، فرز واستبعاد، وتعبئة القرون في عبوات مناخيش، وتخزن في مخازن جيدة توفر بها الشروط المخزن الجيد. الحصاد الآلي بيمنع الري، تستخدم ماكينات التقليع بتقليع الفول، وتترك لتجف، وبعد ذلك تستخدم آلة كومباين في عملية فصل القرون على المتعة. وده هو الحصاد الآلي للفول السوداني. تنقية الفول السوداني، بيمنع عملية الغربلة. تستخدم طبعا
طبعا مصنع الحصاد سواء كانت باليد او بال بال باليد بالآلي، بتقل النباتات وتفرش وبطبقة ثمينة زي مش تجاه تجفيف وفرز السماد بالشكل ده عشان منع عملية ده. عملية التخزين بقى بيتم تخزين المحصول علشان تغذية المحصول، يعني يا إما تخزين للسنة التالية استخدامها في التسلية وفي التغذية، أو تخزينها لحين ارتفاع سعرها أو لأي سبب من الأسباب. عندي تنظيف المخزن جيدا، تخزين الحشرات، ترش المخزن بمبيد حشري وتأكل فترة قبل التخزين، وتخزين السماد بقشورها لأن القشرة تعمل بذور من الحشرات. لازم يتوفر مواصفات عالية في تجارية في الفول السوداني عندي. خلو الثمار من مادة الأفلاتوكسين المادة السامة، أن تكون الثمار متمثلة في الحجم متماثلة في الحجم، ثمار مملوءة بالحبوب، تكون القشرة بيضاء وتكون الحبوب ضمن قرون متماثلة الحجم من أجل عملية التصنيع. بعض العيوب التجارية: حبات ضمرة لعدم اكتمال النضج داخل التربة، حبات فارغة لعدم اكتمال تلقيح الزهر بسبب لفحة الحر، حبات سمراء قد تنتج من تقليع المحصول قبل الجفاف المناسب أو زراعته بأرض ثقيلة، أو نشر الإنتاج أثناء التجفيف بطبقة سميكة وعدم تقليبه بشكل كافي فلا ينتج الألوان الغامقة أو الحبات السمراء. المحصول من 1500 ل 3000 كيلو جرام للهكتار حسب خصوبة التربة والعمليات الزراعية المتبعة والممارسات الزراعية المستخدمة سواء بعد الزراعة أو قبل الزراعة، وإضافة إلى العروش الخضراء، وتقدر دي ب 15 إلى 20 طن مادة خضراء حتى نحصل على إنتاج جيد من فول من الفول السوداني، وممكن بحوله إلى سيليج. الزيت يحتوي على 47-50% زيت، بروتين 25%، والزيت ذو جودة عالية، زيت للطهي، سلطة، مصدر غني ليه فيتامين إيه، 50% من 80% من أحماض أمينة دهنية غير مشبعة، وزيت الفول السوداني من الزيوت غير جافة اللي هو رقم اليودي من 92 لحد 100، رقم التصبن من 188 ل 195، والمواد غير متصبنة أكثر من 1%، والكثافة النوعية من 90% من 90% إلى 91%. أشكركم على حسن المتابعة، ولا تتردد في أي سؤال تحت أمرك، بالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.